طيب نقرب من الصوره ايضا بشكل اكبر، نروح لزميلنا العزيز كريم احمد من رئيس القناه الاهلي عشان يطمننا على تدريبات الفريق استعدادا لسموحه. يا كريم اهلا بيك. اهلا بيك يا زميلي امير، كل التحيه ليك ولكل مشاهدينا وكل جمهور النادي الاهلي. طمنا يا كريم على استعدادات الفريق لمباراه سموحه بكره وكواليس مران اليوم. الحقيقه طبعا امير في البدايه ضغط رهيب جدا على لعيبه النادي الاهلي والجهاز الفني، والتوقيت صعب جدا يا امير طبعا على ان اللعيبه تكون واصله يوم 9 تدريب وحيد النهارده، نقدر نقول 24 ساعه بس اللعيبه بتلتقط انفاسها من رحله طويله ثم تكون فئه جديده بمعنويات جديده بدوافع جديده بالنسبه لبطوله الدوري العام. لكن يعني تعهدنا هو النادي الاهلي وفره اللعيبه وجاهزيه اللعيبه كلها هي دي اللي نقدر نقول بتطمن شويه الجهاز الفني وبتطمن جمهور النادي الاهلي. لكن يعني كنا بنتمنى ما يبقاش الامر ده متواجد مع لعيبه النادي الاهلي في هذه المباراه بالتحديد، ان يكون في فرق شويه بالنسبه للايام. لكن كالعاده طبعا امير خلاص مستر فايلر والجهاز الفني كابتن سعد عبد الحفيظ حديثه مع اللاعبين، لابد ان احنا نكون على اتم استعداد، لابد ان ما نلتفتش لاي اخبار، خلاص الامر واقع، لابد ان احنا نتعامل معاه بالنسبه لمباراه سموحه اللي هتكون غدا ان شاء الله على استاد القاهره الساعه 7:30 النهارده. طبعا في البدايه المحاضره الفنيه المعتاده من مستر ني فايلر، الحديث على اهميه المرحله اللي جايه، غلق الصفحه تماما بالنسبه للبطوله الافريقيه، الاستمرار على الارقام القياسيه والحفاظ على صداره الدوري العام، الاداء والنتيجه، كل الاحاديث دي اتكلم معاه كل اللعيبه النهارده، الجهاز الفني. التدريب النهارده كالعاده امير 4 عصرا بدا، لكن غلق تام كالعاده بالنسبه للتدريبات اللي بتسبق المباراه ب 24 ساعه، ده اللي يمكن متعودين عليه خلال المباريات الماضيه. وقرار الرائع والمميز لمستر ني فايلر ان يكون في فرض سريه تام على تدريبات التكتيك وكل الامور اللي بيحاول الراجل ان هو يقوم بيها، دي بتكون محتاجه غلق شويه، لان في البدايه على طول بيبقى في توزيع للقمصان، توزيع للمهام وكده، فطبعا ما بيبقاش في فرصه ان يكون احنا متواجدين في قناه الاهلي او مركز الاعلامي، بتكون فتره بس بسيطه جدا ان احنا بنحاول نطمن كل جمهور النادي الاهلي على اللعيبه بالشكل العام، كل لعيب حالته عامله ازاي. لكن بدا التدريب النهارده بالفقره البدنيه الاولى ثم مباشره على طول الجزء التكتيك الخاص بمستر نيل فايلر. مفيش النهارده نقدر نقول جرعه تدريبيه قويه امير نظرا للمجهود الكبير اللي بيبذل بالنسبه للعيبه النادي الاهلي، لكن من الواضح ان ممكن نشوف بكره راحه لبعض من اللاعبين، يعني اجاي طبعا وياسر ابراهيم بيستمروا في الايقاف، فاكيد مش هنكون يعني مش هنشوفهم بكره في مباراه الغد بجانب الكهرباء، لكن ممكن نشوف بكره علي معلول مش متواجد، احمد فتحي مش متواجد، لان الحاله النهارده شايفين علي معلول يعني النهارده ما شاركش في التدريب بشكل كامل في الفتره اللي احنا كنا متواجدين فيها داخل الملعب. احمد فتحي برده ممكن يكون في تحفظ عليه بشكل كبير. الشناوي انا بطمنك عليه، الشناوي جاهز بشكل كبير جدا لمباراه الغد، هي نزله البرد كانت مأثره عليه، اللعيب ده راجل جدا، الشناوي احد نجوم فريق النادي الاهلي ومنتخب مصر، يمكن الناس ما تعرفش ان هو كان عنده نزله برد في اول يوم وصوله لجنوب افريقيا، قدر ان هو يتحمل على نفسه، قدر ان هو يكون نجم للمباراه في المباراه الاخيره. نتمنى ان شاء الله يكون الشناوي في كامل يعني قدراته الفنيه والبدنيه في مباراه سموحه مباراه الغد. لكن بشكل عام امير يعني اطمنك على كل اللعيبه، الحمد لله كل اللعيبه معنوياتها مرتفعه بشكل كبير، حاله التركيز موجوده لكل اللعيبه. هنفقد جيرالدو طبعا بالنسبه للكدمه والتواء الكاحل اللي حصل في رجل جيرالدو، لكن هي كان في ورم بسيط جدا خلال الايام الماضيه، لكن مع الراحه ومع الجلسات الثلج والالتراسونيك والليزر ان شاء الله باذن الله نستعيد جيرالدو. رمضان صبحي باكد على كلامك، رمضان صبحي في المراحل النهائيه الاخيره، التحفظ والتاني من الجهاز الفني والجهاز الطبي ده في مصلحه رمضان وليس في مصلحه اي حد تاني. رمضان في المراحل النهائيه بالنسبه لي التاهيل والدخول، بيخش تدريجي امير في بعض التدريبات، لكن ما نقدرش نقول ان رمضان بيخش في الجرعه التدريبيه كامله، لكن ان شاء الله باذن يعني الله. يعني النهارده يا كريم تحديدا موقف رمضان بالظبط عامل ايه في التمرين عشان الامر يبقى واضح بس للجمهور اللي دايما بيسال عن رمضان صبحي؟ طبعا امير يعني نقدر نقول في البدايه رمضان ما كانش ظاهر في المخططين الاخضر في بدايه المران، لكن اللي احنا طبعا من خلال معلوماتنا رمضان بيكون في جزء الاول في الجيم، بعد كده بيطلع يكون في بعض الجري، بيبقى في تدريبات الكره، ممكن يشارك في بعض المربعات الخاصه باللاعبين في بدايه المران. لكن مع غلق المران طبعا يعني نقدر نقول احنا مش شايفين التدريب بالكامل في نهايه المران، هل رمضان شارك في جزء من تقسيمه، هل رمضان كان متواجد ظاهر بصوره طيبه، لكن التطمينات والتاكيدات اللي بتجي لنا امير ان رمضان في المرحله النهائيه ان شاء الله بالنسبه للتاهيل على ان يشارك باذن الله خلال المرحله القادمه مباراه سموحه الغد، ممكن رمضان يكون في القايمه، لسه مش عارفين الامور دي، لكن مش عايزين نسبه الاحداث، هنستنى طبعا عقب نهايه المران هل رمضان هيكون متواجد، رمضان حالته ازاي، ناكد برضه طبعا من طبيب النادي الاهلي خالد محمود، لكن ان شاء الله باذن الله كل لعيبه النادي الاهلي تكون في الميعاد غدا ان شاء الله، التركيز وحاله النادي الاهلي والشخصيه المعتاده وشخصيه البطل النادي الاهلي تفرض نفسها ان شاء الله في مباراه الغد ان شاء الله. على طول عقب انتهاء المران امير يتوجه لاعبي النادي الاهلي الفنادق القريبه من استاد القاهره للدخول المعتاد في معسكر بولك، وباذن الله ان شاء الله تكون مباراه الغد من نصيب النادي الاهلي، ويستطيع ان يفوز
17 مباراه على التوالي ويضرب ارقام قياسيه كعاده فريق النادي الاهلي. طيب معلول ومتولي، بغض النظر هل مستر فايلر هيلعبهم بكره ولا لا، او بغض النظر عن جزئيه الاجهاد، هل هم جاهزين طبيا للمباراه؟ معلول يعني ما فيش اي شكوى طبعا، معلول كان بيعاني من اجهاد خلال الايام الماضيه وتحديدا مباراه صن داونز، لكن معلول جاهز بالنسبه للحاله البدنيه والفنيه، هي الرؤيه الفايلر المشاركه او عدم المشاركه على حسب الرؤيه الفنيه، لكن انا بطمن على علي معلول بالتحديد يعني مش اي حاجه ان شاء الله معوقه، هو كان عنده اجهاد عام، يعني الناس قالت لك عنده حتى حاجه في الاماميه، ممكن الناس قالت انه عنده حاجه في الصوم، ولا اجهاد عام بالنسبه لعلي معلول، وايضا كمان محمود متولي، يعني مش عايزين نسبه الاحداث طبعا امير، اللي انت عارف التدريب شغال لا قدر الله، ممكن يحصل اي كدمه اي حاجه بالنسبه لعيبه النادي الاهلي، فان شاء الله باذن الله يعدي التدريب على خير، ومع خروج القائمه ان شاء الله هنقدر ناكد لكل جمهور النادي الاهلي باللعيبه المتواجده في مباراه الغد باذن الله. باذن الله. كريم انا بشكرك شكرا جزيلا، زميلنا العزيز كريم احمد مراسل قناه الاهلي كان